مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونستكمل هذه التغطيه ومتابعه اهم الاحداث والاخبار من خلال هذه الجوله وهذه الفتره من فترات التغطيه في بث مباشر. دلوقتي هنبدا فقرتنا، وده ميعادنا مع جوله الاخبار من المحافظات المصريه المختلفه، وعندنا عناوين كثيره جدا ومصحوبه ايضا بتفاصيل يعني الكثير من الاخبار المتعلقه بالاحتفالات باعياد الميلاد وبالعام الجديد. وكل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا بنبدأ في اليوم الأول وفي أول فترة من فترات عام 2014، وهي فترة جديدة أو مولد لعام جديد. مصحوب هذا المولد بطموحات وأمنيات لدى المصريين للكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن أن تتحقق إن شاء الله في مصر في المدى القريب. هنبدأ جولتنا طبعا احتفالاتنا بأعياد الميلاد وباستقبال العام الجديد، كانت للأسف متوازية أيضا مع المشكلات اللي بتعاني منها بعض المناطق في مصر، استمرار الاضطرابات، بعض الاضطرابات السياسية والأمنية والمشكلات وأعمال العنف والإرهاب التي تحاول أن تضرب استقرار البلاد هنا وهناك. لدينا خبر من شمال سيناء، تفجير خط الغاز الذي يصل بين مصر والأردن، وهي المرة 17 اللي بتتكرر فيها هذه العملية. مجهولين فجروا خط الغاز الطبيعي اللي بيصل بين مصر والأردن بمنطقة الصناعات الثقيلة وسط سيناء للمرة 17، والصور المشاهد أمام حضراتكم على الشاشة. ومن جانبه قال مصدر أمني في شمال سيناء أن التفجير الذي وقع مساء أمس أصاب أنبوب متفرع من خط رئيسي ناقل للغاز إلى الأردن وخاص بإمداد الغاز لمصنعين. فور وقوع الانفجار أغلق الفنيون طبعا اتعاملوا مع هذه المشكلة بسرعة عن طريق الخبرات طبعا الهندسية والفنية المشرفة على المشروع في مختلف المناطق اللي بيمر منها، وقاموا بالتحكم بالمحابس الرئيسية وغلق طبعا المحبس الرئيسي لوقف الحريق وتوقف ضخ الغاز إلى المصنعين. وأضاف المصدر الأمني أن الخط الخاص بإمداد الأردن لم يتأثر بالانفجار، وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين كانوا بيستقلوا سيارة دفع رباعي تمكنوا من الحفر أسفل الخط ووضع كميات كبيرة من المواد المتفجرة وقاموا بتفجيرها عن بعد ثم لاذوا بالفرار. وما زالت المشاهد بنتابعها مع حضراتكم والنيران المشتعلة جراء تفجير خط الغاز، وهي طبعا العملية اللي بتتكرر والأزمة اللي بنعاني منها تكررت مرات ومرات. هذه صور أرشيفية لمرات سابقة أو هذه العملية التي تكررت كثيرا على مدار 3 أعوام ومنذ قيام ثورة يناير وحتى يومنا هذا، وتعاني هذه المناطق من بعض العناصر الإرهابية والتخريبية التي تقوم بهذه العملية في مناطق مختلفة من المناطق اللي بتخدمها هذه الخطوط أو بتمر منها خطوط الغاز. والدقهلية لدينا خبر آخر من الدقهلية، كنائس المنصورة تلغي الاحتفال بعيد الميلاد وتكتفي بأداء الصلاة حدادا على ضحايا تفجير مديرية الأمن. ألغت كنائس مدينة المنصورة احتفالاتها هذا العام بالعام الميلادي الجديد تنفيذا لقرار الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها طبعا، حدادا على شهداء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية وهذا الحادث الإرهابي الضخم اللي طبعا أدى إلى سقوط ضحايا شهداء لهذا الحادث وأدى إلى إصابة عدد كبير جدا من الأشخاص جراء هذا التفجير أو هذه العملية الإرهابية. واكتفوا بأداء الصلاة والدعاء بحلول العام الميلادي الجديد بالخير. وفي السياق ذاته كانت نوادي مدينة المنصورة قد أغلقت أبوابها أمام المواطنين والأعضاء لمنع مظاهر الاحتفال مع توازي هذا الأمر وهذه الأيام الماضية التي تألم فيها المصريون وتألم فيها على وجه التحديد شعب المنصورة بهذا الحدث أو هذا العمل الإرهابي، بناء على تعليمات أمنية أيضا لضمان سلامة المواطنين وعدم استغلال أي خلايا أو عناصر إرهابية لهذه التجمعات في إطار أو في خضم الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد من أجل إحداث مزيد من أعمال العنف أو القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية والتخريبية.
وجدير بالذكر أن قوات الجيش والشرطة عززت من تواجدها الأمني في محيط الكنائس بمدينة المنصورة، وأغلقت كافة الطرق المحيطة بكنيسة الملاك ميخائيل بشارع السكة الجديدة في المنصورة، ووضعت بوابات إلكترونية وعدد كبير من أبواب الكنائس بالمحافظة استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد. هنرجع مع حضراتكم الخبر السابق وتكرار عمليات تفجير خط الغاز. معنا سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي. سيادة اللواء محمود زاهر أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. أهلا سيادة اللواء، كيف ترى تكرار هذه العملية للمرة 17 وتحليل حضرتك أمنيا واستراتيجيا لاستمرار وتكرار هذه العملية تحديدا تفجيرات خط الغاز؟ والله حضرتك احنا أولا بسم الله الرحمن الرحيم علينا نحط نقطة معينة كده، ليه خط الغاز اللي رايح للأردن وليس اللي رايح لإسرائيل؟ وبالتالي هنا بنعمل إسقاط على من ينتمي إلى هذا التفجير. نمرة 2، لما أحسب 17 مرة على زمن معين وفي توقيت معين وقف وهو كان توقيت دكتور مرسي، يبقى احنا برضو بنعمل إسقاطة تاني. نمرة 3، الخسائر الممكنة من هذا الأمر محدودة للغاية، غير ما بنقول إنها خسائر اقتصادية كبيرة، لأن الخطوط دلوقتي اتقسمت بحيث يفجر حتة بينتهي الغاز اللي فيها والباقي بيبقى في أمان. النقطة الأخيرة اللي حضرتك يجب إن احنا ناخد بالنا منها، أنا عندي خط غاز ممتد على مسافات طويلة جدا وعلى فرعتين، ويمكن لأي شتات من هذه العناصر الإجرامية إنها تعمل ده، وفي كل مرة تديني داتا تحصلني من المرة اللي بعدها. فهذه أمور محتملة دائما، ما يجبش إن احنا يعني نحطها إنها عنصر مؤثر أو شيء. يعني حضرتك بتقول إن جزء من أسباب المشكلة وتكرار هذه العملية المساحات الشاسعة التي تمر بها خطوط تصدير الغاز، إن ده بيخلي المهمة صعبة جدا تعقب أي جناء أو توقع القيام بأي عمليات مشابهة في محيط كل المنطقة اللي بتمر بيها أنابيب الغاز. ده صحيح، ولكن بنقولها حضرتك بأسلوب علمي احنا بنعمله، بيبقى عندي الاحتمالات كلها القائمة حسب خريطة المعلومات اللي قدامي، ولكن دائما كإنسان قدامي مجرم بيبقى عنده احتمال زيادة، وهذا هو الاحتمال العشوائي، فحينما يتم يضاف إلى خريطة معلوماتي وهذا يؤكد عدم التكرار. ومن هنا نلاحظ ان فترات الحركة دي بالذات وخطوط الغاز اصبحت فترات متباعدة وليست كالسابق فترات متقاربة. نعم سيادة اللواء محمود زاهر، لو انتقلنا للحديث عن عملية استهداف والتفجيرات اللي تمت مستهدفة مديرية أمن الدقهلية، حضرتك شايف إلى أي مدى حضرتك شايف أن ممكن يعني نتفادى تكرار هذا الحادث، أو كيف تكون هناك أعلى درجة ممكنة من إجراءات احترازية حتى تتم الوقاية الكاملة لكل المنشآت العسكرية والشرطية ولا نعطي أي فرصة لتكرار هذا الحادث في هذه الفترة تحديدا؟ سؤال حضرتك أشكرك عليه، ولكن احنا زي ما قلت لحضرتك النهاردة أأكد لك بفضل الله وكمعلومات أن التكرار لن يكون موجود. ليه؟ لأن أنا عندي من خريطة المعلومات الآخر النهاردة المجرم بيستهدف عنوانين، عنوان يمت للقوات المسلحة، ويا حبذا لو كان في كلمة مخابرات زي ما شفنا في شمال وجنوب وإسماعيلية ثم آخر حاجة في الشرقية، كلمة مؤثرة في الوجدان الشعبي، فهو بيستهدف لهذا الغرض. أنا عندي تحصينات معينة وأساليب معينة وقائية، منها المساحة الأرضية ومنها السنسور أو الحساسات ومنها الاشتباه في السلوكيات ومنها الدوريات والوقائيات، ولكن زي ما قلت لحضرتك مع احترامي وتأكيدي لعدم التكرار المقصود، دائما أبدا هيكون عند حضرتك الحركة العشوائية من الآخر اللي لا تستطيع تحسبها علميا، فكون ان انا احتمل ان يحصل معين ضعيف كما حدث في الشرقية في مكان بعيد في مكان متطرف، ما زال المكتب مثلا فيه ما قدرتش انقله في زمن معين واصابه من الناحية الخلفية، هذه امور محتملة. ان ده حضرتك شايف انه بيحدث او يأتي في اطار متوقع ومحدود، محدود جدا، ده اللي انا اقصد اقوله لحضرتك. اما تكراره كعملية منظمة لا أستطيع مواجهتها، هذا منفي تماما،
ومعمول حساب. وتأكيدا على كلام حضرتك سيادة اللواء قدامنا مشاهد على الشاشة بعض اللقطات لاشتعال الأنبوب وبعد السيطرة عليه، يعني الآثار طبعا يعني لا تذكر بالنسبة لما حدث من تكرار عملية تفجير خط الغاز المتجه إلى الأردن، وأمامنا مشاهد بعد السيطرة على الأمر والحمد لله لا يسبب أي مشكلة أو لم يسبب أي مشكلات تذكر، تأكيدا على كلام حضرتك سيادة اللواء. أشكر حضرتك إعلاميا لهذه الصورة ولهذا التعليق، لأن هو ده الهدف الأساسي اللي يبطل فرحة الآخر بأنه عمل بسيط ممكن يأتي بوجدان عالي. نعم، نشكر حضرتك على هذا التحليل سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي، وتابعنا مع حضراتكم المشهد طبعا بعد الحادث المؤسف اللي حدث في الدقهلية واستهدف مديرية أمن الدقهلية في المنصورة، وأيضا شفنا المشاهد دي، وسيادة اللواء محمود زاهر بيؤكد أنه لا تستطيع أي دولة في العالم أن تمنع أي عملية إرهابية طوال الوقت وفي كل شبر من أراضيها، لأن ارتكاب أعمال الغدر والخيانة والإرهاب هو أمر يحدث لأعتى الأنظمة العسكرية والأمنية والسياسية في العالم، لأقوى الدول ولأي دولة بتتفوق فيها الأنظمة الأمنية والاستخباراتية أو أنظمة المعلومات، لا تستطيع أن تمنع نهائيا أو بنسبة 100% أي عمل تخريبي أو إرهابي، ولكن كيفية اتباع أفضل السبل الممكنة عن طريق الأجهزة اللي بنثق فيها تماما في مصر والقادرة على حماية أمن الوطن والمواطنين واتخاذ أعلى درجة ممكنة من التأهب والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ما تنتهج الدولة حاليا من تعقب الجناة في كل مكان من الأراضي المصرية لقمعهم ولتوجيههم للدوائر النيابية والقضائية وعقابهم بالقانون حتى لا يتكرر هذا الأمر ولا تزيد مشاهد الفوضى في البلاد. احنا طبعا يعني الكل تأثر بحادث المنصورة وهنتابع بعض اللقطات والتصريحات أو ردود الأفعال ومشاعر الأسى لدى المواطنين، وبرغم من هذا لقاء خاص أيضا في هذا الإطار تعقيبا على المشهد بأكمله ومع الاحتفال أيضا في نفس الوقت بالعام الجديد وبأعياد الميلاد. سنتابع هذه التصريحات ولقاء تم مع القمص إبراهيم عجيبي كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس في المنصورة، نتابع. كنا في هذه السنة نعاني كثير جدا سواء في داخل الكنائس أو خارج الكنائس أو في التعاملات أو كده، وخاصة أن هم كانوا مستترين، لكن إحنا عارفين حاجات كتير عنهم، فاهمينهم كويس قوي، وصفوة المجتمع كانوا بيتكلموا في برامج تلفزيونية كثيرة وكانوا بيوضحوا إزاي أن دول ناس مجرد تستر وراء الدين، لكن مش ناس يميلون إلى الدين بصورة حقيقية أو التقرب إلى الله وكده. ولذلك كانت تعاملاتهم ضد الكنيسة كثيرة. مثلا قل لي كم كنيسة بنيت في جمهورية مصر العربية كاملة في عهد المرسي، كم كنيسة؟ طيب قل لي كم كنيسة بقت حرقت، كم كنيسة هدمت. طبعا يعني في النهاية ده دار عبادة، وهو ما راحش هدم أماكن الدعارة ولكن هدم أماكن العبادة. ده في إطار طبعا الخبر اللي بنتكلم من خلاله عن أن كنائس المنصورة يعني أثرت الاكتفاء بأداء الصلاة والحداد في نفس الوقت على ضحايا تفجيرات المنصورة وحادث استهداف مديرية أمن الدقهلية، في نفس الوقت هذا لم ولن يوقف فرحة المصريين بأعيادهم وإخواننا الأقباط على وجه التحديد في أعياد الكريسماس واستقبال العام الجديد أعياد الميلاد، لكن في شعور عام طبعا هناك لدى المواطن مسلم ومسيحي من أبناء المنصورة بالأسى، وإحنا يعني على بعد أيام قليلة جدا من حدوث الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع هناك في الدقهلية. وفي إطار طبعا هذا الأمر نتحدث عن شكل الاحتفالات والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها لتأمين المواطنين مسلم ومسيحي في ظل هذه الفترة تحديدا، وعدم إتاحة أي فرصة لأي خلايا أو عناصر إرهابية لإفساد فرحة المصريين أو ارتكاب مزيد من المجازر أو الجرائم أو أحداث الإرهاب. وبنقول إن احنا مطمئنين دائما أبدا إن الأجهزة قادرة في مصر بإذن الله وبدعم الشعب المصري أيضا وإرادته على ردع هؤلاء وعلى القضاء على كل الخلايا التي لا تعرف ولا تنتمي ولا تدرك قيمة الوطن والتي هي على استعداد لسبب أو آخر إنها تحاول أن تضر بالمصريين وبالوطن نفسه. من الإسكندرية وقفة بالشموع لتأبين ضحايا حادث القديسين في ذكرى رحيلهم
الثالثة. نظم أقباط الإسكندرية مساء أمس لليوم الثاني على التوالي وقفة بالشموع أمام كنيسة القديسين شرق المحافظة إحياء للذكرى الثالثة لضحايا حادث القديسين عام 2011. وجاء ذلك عندما دقت عقارب الساعة منتصف الليل تحديدا الساعة 12 وهو بدء اليوم الجديد وبدء العام الجديد ضمن الاحتفال بعيد الميلاد. وردد المشاركون هتافات مناهضة للإرهاب وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية منددين بالتباطؤ في القبض على جنات حادث كنيسة القديسين مطالبين بمحاسبة المتورطين. وهو دائما أبدا مطلب تحقيق العدالة وأن تكون العدالة نافذة ورادعة في أي وطن ولتكون هذه هي قوة الردع التي تخيف كل من تسول له نفسه ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم بحق الوطن والمواطنين. يجب أن يعلم أنه سيعاقب بالقانون وأنه لن يترك له المجال لتكرار أو ارتكاب المزيد من الجرائم. من محافظة أسوان جهاز الشرطة يستعين ببعض الفتيات لتفتيش المترددات على الكنائس في احتفالات الكريسماس. استحدثت مديرية أمن أسوان هذا النظام هذا العام نظام الاستعانة ببعض الفتيات في جهاز الشرطة لتفتيش السيدات المترددات على الكنائس في احتفالات أعياد رأس السنة وحتى انتهاء أعياد الميلاد تطبيقا للخطة التأمينية الموضوعة وحرصا على استقرار الحالة الأمنية. معنا على الهاتف لمزيد من التفاصيل حول الرؤية الأمنية هناك في أسوان سيادة اللواء حسن السهاجي مدير أمن أسوان. سيادة اللواء حسن السهاجي أهلا بحضرتك. أهلا بك كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. يا ريت حضرتك تلقي الضوء على أهم الإجراءات والخطة الموضوعة لتأمين المحافظة نفسها والمواطنين هناك في أسوان. من النواحي التأمين اللي احنا عملناها في مدينة أسوان استنادي على الكنائس وعلى الأماكن الهامة ان احنا استعنا بشرطيات مش فتيات. نعم. شرطيات. نعم. شرطيات بملابس بالزي الرسمي. نعم. من مطار أسوان ومن أمن المواني لفحص حالات الاشتباهات النسائية. نعم. يعني ده كانت في بعض الأماكن المزدحمة بالمواطنين. نعم. وبعض الكنائس الكبيرة زي كنيسة الملاك في أسوان للاشتباه فقط. وده يعني حضرتك سيادة اللواء شايف ان هذا امر مجدي هذا النظام لانه يعني هيعفي اي شرطي من الحرج في ان تكون هناك اي حالة مشتبه فيها انه ممكن عن طريق هذه الشرطية ان تقوم بتفتيش اي سيدة حقيبتها او اي نوع من انواع التفتيش لو تطلب الامر لحماية المقرات والكنائس. لان السيدات بيبقى لهم خصوصية معينة. نعم. علشان ما يبقاش في حرج لو التفتيش طلع سلبي يبقى الامور ماشيه طبيعيه عاديه ان واحده ست او سيده زيها وتكون شرطيه وباللبس الرسمي. نعم. علشان يبقى في برضه طمانينه في فحص الاشتباه. نعم. ناحيه المشتبه فيه ما يكونش معتقد ان احنا جايبين اي حد من الشارع او اي حد من ملوش. نعم. علاقه. نعم. بالشرطه او مش على درجه عاليه من الكفاءه او التدريب او طريقه التعامل كده. نعم. وهم شرطيات مدربات وبيشتغلوا في مطار أسوان وفي أمن المواني وطبيعة عملهم كده وعندهم الخبرة الكافية لفحص الاشتباهات. المواطنات متقبلات لهذا الأمر يا سيادة اللواء يعني متفاهمين الجهود اللي بتقوموا بيها وأسبابها؟ والله أنا مش عايز أقول لك إن امبارح كانت ليلة جميلة جدا مع إخواننا الأقباط في الكنائس وكان الأمن يعني في أعلى صوره وكان بانسيابية شديدة دون شعور الآخرين بوجود الأمن أو التضييق عليهم في الاحتفالات بتاعتهم. طيب عندنا أكثر من خبر آخر متعلق أيضا بأسوان سيادة اللواء حسن السهاجي. لدينا خبر آخر حول استقبال بعض السائحين في أعياد رأس السنة وفي إطار مشاركتهم في هذه الاحتفالات يعني سائحين من جنسيات مختلفة ألماني وياباني وبولندي وأمريكي ومن أسبانيا يعني عدد من الأمور الإيجابية لأن كان عندنا شكاوى أن هذه المنطقة لم تستقبل سائحين منذ قيام ثورة يناير. لا الفترة اللي فاتت كان في إقبال معقول عكس شهر 8 و9. أعتقد أنا من شهر 10 إن بقى في إقبال سياحي من جميع الدول وألمانيا خاصة واليابان وبعض الدول الأخرى وفي جروبات كتير جت فعلا أسوان الفترة اللي فاتت. عندنا الرقم بيقول تحديدا سيادة اللواء 160 سائح من جنسيات مختلفة شاركوا في هذه المنطقة السوق السياحية هناك بالاحتفالات بالعام الجديد. لا اعتقد اكتر من كده. كمان ممكن يكون اكتر يعني اكتر يبقى الارقام ايجابية اكتر يعني احنا بنقول على اقل تقدير هذا هو الرقم اللي وصل الينا. طيب هنتقل مع حضرتك الى
نيابة أسوان والأخبار الخاصة بحبس أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين عن حزب الأصالة في أسوان 15 يوم على ذمة التحقيقات، وأنه جاري العمل على متابعة وتعقب أي عناصر قد يكون مشتبه في ضلوعها في أي أحداث خاصة بالمرحلة الماضية، أي أمور خاصة بالاضطرابات الأمنية أو الأعمال العنيفة التي تشهدها البلاد. لا الحمد لله احنا في سيطرة أمنية الفترة اللي فاتت دي، بقالنا بتاع حوالي يعني تقريبا أكثر من شهر، وفي عمليات قبض بتتم على المخالفين واللي بيخترقوا القانون وقانون التظاهر والقانون عموما، وبيتخذ معهم الإجراءات القانونية وبيتم توجيههم للنيابة، والبعض بياخد 15 يوم استمرار، وبيتم عمل قولات أمنية لتأمين مدينة أسوان على مدار ال 24 ساعة. نعم. وأيضا لدينا في نفس الإطار خبر آخر عن القبض على 8 من العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان بتهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهرات، ده في مناطق أخرى، يعني واضح أن العملية أو المتابعة الأمنية مستمرة في كافة المحافظات. بنشكر حضرتك سيادة اللواء حسن السهاجي مدير أمن أسوان، شكرا جزيلا لك. وكان الخبر بيقول او تفاصيل الخبر بتقول، معرفش اذا كان الاسم بالشكل ده دقيق ولا الاسم بينطق بطريقة اخرى، الحبس محمد الكلحي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الأصالة الكلحي، و15 يوم على ذمة التحقيقات لتورطه مع اعضاء تنظيم الاخوان في واقعة سحل والتعدي على رجال قوات الامن بميدان الشهداء امام مبنى ديوان عام المحافظة. وهنعود او نبقى مع اسوان، ولكن نعود للخبر السابق الخاص بانها بتشهد البلد والمنطقة السياحية فيها او السوق السياحية نوع من الرواج السياحي افضل نسبيا مقارنة بالفترة اللي فاتت. معانا على الهاتف الاستاذ عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين. استاذ عبد الناصر اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. اهلا يا فندم وكل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. استاذ عبد الناصر قول لنا يعني ارقام بس حقيقيه وموضوعيه الوضع كما تراه الان في اسوان، هل الامور مؤشراتها السياحيه في تحسن هناك؟ والله يعني طبعا القراءات اللي عندي يعني الاسبوعين دول هيكون فيه طبعا عشان اجازه نص السنه في حركه سياحيه مصريه كويسه جدا. في بعض السائحين موجودين في أسوان، أعتقد معظمهم دول من الناس الأجانب المقيمين في القاهرة، الناس شغالة في السفارات والشركات الأجنبية والحاجات دي، بيستغلوا الأجازة فبيجوا أسوان، لكن هي الفترة دي تحديدا الأسبوعين دول اللي فيهم رأس السنة حسب معلوماتي إن معظم الشركات يعني توقفت عن ضخ سياحة هنا، وحيبتدي الشغل عند بعض الشركات من يوم 7 القادم إن شاء الله. طيب يعني هل بالفعل ايضا الامر الخاص بالشكاوى من العاملين في المجال السياحي في اسوان كانت الى هذه الدرجه مؤسفه ومحزنه، انهم كانوا بيقولوا ان الامر كان وصل الى درجه اشبه بان ما شفتوش سائح من ايام ثوره يناير وحتى الان، ولا ده يعني شكل مبالغ فيه من عرض المشكله؟ لا الحقيقه ما فيش اي نوع من المبالغه في الكلام ده، لان فعلا العاملين في قطاع السياحه يعني فعلا بيعانوا من 3 سنوات من ازمه عاصفه طاحنه اتت على كل ما يملكونه من مدخرات، وانا اعرف ناس كتير جدا ما عندهمش شيء يبيعوه تاني. يعني ناس حصل لها ضرر مالي كبير جدا نتيجه لكساد عاملين في شركات السياحه، يعني ما فيش حد مستثنى من كده. انا كمرشد سياحي المرشدين يعني احنا ما حدش بيدينا مرتبات اصلا، احنا كنا بنعمل مثلا مجموعه بناخد الاجر بتاعها. احنا يعني انا الاسبوع ده كنت في حضرت لقاء السيد الرئيس في القاهره اللي هو الحوار الوطني. فانا عرفت هذه المشكله، قلت يعني لغايه ما تتعمل، يعني احنا طبعا مع رئاسه انتخابات رئاسه، ولغايه ما تتعمل مع يعني بس دي جمله اعتراضيه، مع ان انتخابات رئاسه تجرى قبل انتخابات البرلمان. نعم احنا ليه بقى؟ لان الشركات العملاقه في اوروبا الغربيه تحديدا في المانيا اللي هي القائده لقاطره السياحه اللي تيجي من اوروبا الغربيه، دول اعلنوا رسميا تجميد الرحلات النيليه للاقصر واسوان الى نهايه ابريل القادم. طيب ان هم منتظرين برضو ان يكون في يعني تواريخ معينه وان يكون في رئيس جمهوريه يعني البرلمان، وهو اعلن المستشار، اكيد حضرتك متابع يا استاذ عبد الناصر، ان رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور اعلن انه مع نهايه الاستفتاء على الدستور ان شاء الله يوم 15 يناير خلال 6 اشهر ستجرى الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وسننتهي من هذا خلال 6 اشهر ان شاء الله. مطمئن جدا طبعا، واحنا يعني احنا متفائلين خير، لان الامن طبعا ابتدى يبسط يعني سيطرته في اسوان تحديدا، كان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، ما كانش مشكله مظاهرات وحاجات زي كده اكتر من كان مشكله مضايقات للسائحين وسرقات وحاجات زي كده، لكن ان شاء الله
الامور تتحسن جدا احسن كتير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين في اسوان وفي كل مدينه ومحافظه مصريه، وباذن الله المؤشرات تتحسن. وكلامك اكيد ان المحافظات المصريه كلها بتعاني من المشكله الخاصه بنقص او ندره السائحين القادمين الى مصر، ولكنها بالتاكيد تختلف او بدرجات متفاوته من مكان لاخر. واضح ان من الاماكن اللي المشكله كانت واخده فيها شكل حاد جدا محافظه اسوان. وهننتقل من أسوان إلى الشرقية. قوات الأمن تلقي القبض على 8 من طلاب تنظيم الإخوان يحاولون منع زملائهم من دخول الامتحانات في إطار نفس السياسة اللي بينتهجوها، وهي يعني غاية في الغرابة ولا نفهمها. إن فكرة إن أنا أمنع شخص عايز يدخل يؤدي امتحانه أو يذهب لاستمرار نشاطه العملي أو التعليمي، إن أنا أفرض عليه وجهة نظري أو رؤيتي وأقول له إن لا ما تروحش أو ما تدخلش، لو ما قفلتش كمان الأبواب بالجنازير وبعنف شفناه في أكثر من جامعة. معانا على الهاتف سيادة اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقيه. سياده اللواء سامح الكيلاني اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك مساء الخير يا فندم. اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. ماذا عن التعامل قوات الامن حاليا مع اي تجاوزات او خروقات للقانون في الشرقيه، خاصه فيما يتعلق بممارسات بعض الطلاب المنتمين لتنظيم الاخوان ومحاولاتهم ايقاف يعني عجله اداء الطلاب لامتحاناتهم او النشاط الخاص بالجامعات والامتحانات؟ وبدل ما اذا حضرتك انا عايز اطمن حضرتك واطمن المشاهد الكريم نعم. ان هذه المحاولات كلها بتبوء بالفشل وبتنكسر تحت اراده الشباب الراغب في استكمال العمليه التعليميه. احنا النهارده الحقيقه المرحله الاولى بتاعه الامتحانات بدات من الساعه 9 صباحا في جامعه الزقازيق في جميع افرع كليتها وفي جامعه الازهر، واستمرت لغايه الساعه 12 وكل الطلبه خرجوا في الفتره الاولى وادوا الامتحانات، الا انه بعض طلبه ابتدوا يسيئوا الشغب والقلاقل في محاوله منهم لتعطيل سير الامتحانات. الحقيقه دكتور اشرف الشهري رئيس الجامعه طلب تدخل الامن، واحنا الحقيقه موجودين على اهبه الاستعداد على طول بجوار سور الجامعه. دخلنا وتعاملنا مع الموقف وظبطنا 8 طلاب واستمرت امتحانات الفترة الثانية في الجامعة. نعم. برضو عايز اشير بهذا لوعي الطلاب نفسهم طلاب الجامعة اللي هم ما بيسمحوش لأي حد انه يعطل سير العملية التعليمية، وده الحقيقة ما هوش نهجي بعيد عن المجتمع الشرقاوي. طيب يعني والامر تم السيطره عليه في اطار التفاصيل اللي كانت بتقول ان حدثت اصابات لبعض رجال الامن الاداري للجامعه نتيجه الاشتباك او محاولتهم تنفيذ القانون ومنع طلاب الاخوان من انهم يمنعوا الاخرين من اداء الامتحانات. هل استطاعت قوات الامن ان تسيطر سريعا على هذا الامر قبل ما يتفاقم وتتسبب الامور في اصابات خطيره لبعض رجال الامن؟ هو الحقيقه الحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر بسرعه على الشغب اللي كان موجود، لانه كانوا الولاد مشتبكين مع الامن الاداري، كانوا معاهم شماريخ وفي شماريخ جديده بتصيب بحروق وبتصيب باختناقات مع الطلاب، وانا مش عارف كم الاموال المهدره في هذا الاتجاه اللي بيستخدموه شباب الاخوان او طلبه الاخوان علشان يقدروا يعطلوا العمليه التعليميه. انما الحقيقه برضو احنا في خلال ربع ساعه بالضبط الحمد لله كنا مسيطرين تماما واستمرت العمليه التعليميه وتؤدى الامتحانات في مواعيدها دون اي توقف. دون اي توقف ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك سياده اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقيه، وهو يعني نفس الفكره المنهج اللي موجود في فكرهم في الجامعات ان بيحاولوا يمنعوا الاخرين من اداء الامتحانات، هي نفس المحاولات اللي بيحاولوا من خلالها يمنعوا الناس انها تشارك في الاستفتاء، اما بدعاوى باطله بامور مغلوطه ترتبط بالدين ومعلومات غير صحيحه يتم ترويجها للمواطنين في مختلف القرى والمحافظات، او ما يستجد وان شاء الله لا تسمح الدوله واجهزه الدوله بهذا الامر انهم لا يتجرؤوا على محاوله استخدام اي اعمال عنف لمنع المواطنين من ممارسه حقهم في المشاركه في الاستفتاء على الدستور. لكن واضح ان هو الفكر واحد، المنهجيه بتاعتهم واحده، وعايزين يفرضوا وجهه نظر على المجتمع المصري باكمله. في بورسعيد وزير الإسكان يشارك في توقيع بروتوكول لإنشاء 4000 وحدة سكنية. افتتح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
برفقة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ظهر اليوم المرحلة الأولى من طريق شادر عزام الذي يربط بين ترعة السلام ومنطقة المفارق. وأسند الوزير تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطول 10 كيلومتر إلى شركة المقاولون العرب بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن تبدأ في 15 من يناير الجاري. كما حضر الوزير توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 4432 وحدة سكنية بين محافظة بورسعيد وهيئة تعاونيات البناء والإسكان بديوان عام محافظة بورسعيد. يعني مشروعات كثيرة جدا خدمية تستهدف تيسير الأمور على المواطن المصري. هنعرف تفاصيل أكثر عن توجهات المحافظة بالمشاركة أيضا مع وزارة الإسكان. معنا هاتفيا سيادة اللواء سماح هنديل محافظ بورسعيد. سيادة المحافظ أهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيب. اهلا بك فندم، كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. يا ريت حضرتك تقول لنا تفاصيل اكثر عن هذه الاتفاقيات او البروتوكولات اللي بيتم توقيعها، وان شاء الله في مدى زمني متوقع له قد ايه علشان يشعر المواطن بجدواها وانه بدا يستفيد بالخدمات التي تقدمها هذه الاتفاقيات. هي قبل ما اقول اي حاجه انا بقول مع الدكتور ابراهيم، مهندس ابراهيم محلب، الشخصيات اللي حازمة جدا بتعملها وبيحدد توقيتها زمنية كل حاجة. مفيش حاجة اسمها بعد سنة او بعد شهور او بعد، لا، هو العمر الزمني للمشروع بيقسمه اثنين، بيلزم العمل فيه من خلال 24 ساعة عمل بالنهار واثنين، ودائما مطالبه انه يتم العمل من خلال ورديات، وردية بالنهار ووردية بالليل عشان ننجز ونقلل المعاناة للمواطنين. سيد المهندس ابراهيم محلب النهاردة الحقيقة شرفنا بورسعيد، وكان مخطط هذه الزيارة تكون في 23 ديسمبر، لكن نظرا لظروف خطط سيادته تم تأجيلها لليوم. حضر معالي الوزير وزي ما حضرتك أشرت في بداية الحلقة، افتتح طريق شادر عزام حوالي 10 كيلو، والطريق ده مهم جدا لأنه بيوصل ما بين كتلة سكنية أو كتلة سكانية مهمة وهي بورسعيد، وفي اتجاه قرى بورسعيد اللي هي بحر البقر وخلافه، ده بيقلل من الازدحام، وفي كثير من هذه الأعمال من هذه القرى بيعمل وسعيد بيجي ذهاب وذهاب وعوده كل يوم. يعني المنطقه دي ما كانش بيخدمها طريق ممهد او جيد قبل المشروع؟ لا، كان بيخدمها طريق، لكنه هو افتتح طريق اخر، والطريق القديم جاري رفع كتاب ان شاء الله زي ما هو حضرتك اتفضل. نعم. الطريق اتجاهي امس للاولاد. لكن حضرتك بتؤكد ان الطريق ده هيمثل اضافه تقلل من الاختناقات او الازدحامات المروريه؟ طبعا. نعم. ده اكيد، لان في عماله كثيره جدا من هذه القرى دعمت المنطقه الصناعيه بورسعيد تيجي وترجع كل يوم. سياده المحافظ، اخيرا احنا من خلال اكثر من مشاركه لحضرتك معانا واضح ان في اهتمام في محافظه بورسعيد تحديدا بتوفير اكبر قدر ممكن من الوحدات السكنيه وباسعار يعني مناسبه للمواطنين، وان الاتجاه للاستمرار في التوسع في المشروعات دي قائم هناك، لان تابعنا اكثر من مرحله لهذه الاتفاقيات وتنفيذها في الفتره اللي فاتت. وان شاء الله فندم احنا الحمد لله وقعنا النهارده بروتوكول ما بيننا وبين هيئه التعاونيات. نعم. وده كان الحقيقه بقاله فتره يعني متداول ما بيننا وبين الهيئه عشان تعديلات البروتوكول حاجه، لكن استاذ الوزير ابراهيم محمد النهارده حضر وحضر مع رئيس التعاونيات ووقعنا البروتوكول. ان شاء الله الهيئه هتتكلم عن سوق الارض خلال فتره، وانا بؤكد انه ان شاء الله لن يتجاوز عام وتكون 4000 وحده سكنيه. نعم. ان شاء الله موجودين على وجه الارض ومسلمين لاصحابهم ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضرتك. الحقيقه بالذات في مجال الاسكان فيها طفره يعني عاليه جدا، ان شاء الله نصل ان احنا ننشئ خلال العامين دول حوالي 16000 وحده سكنيه. سياده المحافظ، ده كلام مهم، وحضرتك تدرك ان الاهم منه ان شاء الله كمان بعد تنفيذ المشروعات انها تذهب الى من يحتاج اليها من المواطنين بالفعل. بنشكر حضرتك سيادة اللواء سماح انديل محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا لك. ونختتم هذه الجولة مع حضراتكم، جولة أخبار المحافظات، المتابعة والتغطية ولقاءاتنا مستمرة، عندنا أكثر من قضية للنقاش والحوار في فقراتنا اللي جاية من خلال بث مباشر. هنتوقف دلوقتي مع حضراتكم مع هذا التقرير وزيارة لكل من محافظ القاهرة ووزير الآثار لمنطقة سور مجرى العيون. احنا هنا بنشتغل كعمل فريق متعاون، فريق لخدمة البلد سواء من المحافظة أو من الآثار أو حتى من وزارة الإسكان، وبالتالي احنا كلنا بنشتغل. احنا قلنا ننزل نشوف الواقع ايه وبعدين نقعد مع بعض بعد كده نشوف الحلول ايه، والحلول هتبقى سريعة جدا علشان الناس لا تتأذى، نرفع كفاءة المنطقة سياحيا، المنطقة من الناحية الدينية أيضا مهمة جدا،
سواء الثلاث أديان السماوية. وقلنا في المرة كمان نيجي نعين الأخوان المسيحيين هنا في المنطقة. مجرى العيون في مشكلته إن إحنا دفعنا عليه برضو مبالغ رهيبة جدا لرفع كفاءته، ثم قامت محافظة القاهرة مع وزارة البيئة إن عملت سور حديد، لكن المشكلة للأسف وأنا آسف أنا بقول كده تصرفات الناس، بننظف ترمي زبالة تانش. المشكلة أنا بقول المشكلة ده من رأيي وجهة نظر الشخصية البحتة لن تحل جذريا إلا بنقل منطقة المدابغ اللي هي بتقع جنوب السور علشان تتنقل إلى منطقة الروبيكي. منطقة الروبيكي فيها مشكلة دلوقتي هنحلها مع الحكومة كده يبقى الموضوع خلص. أول ما تتحل منطقة المشكلة بتاعت عمال المدابغ ومنطقة المدابغ يبقى مشكلة مجرى العيون كلها انتهت، لكن برضه يظل دائما وابدا المشكله بتاعت تصرفات الاهالي اللي بترمي الزباله. السور الحديد اللي يتكلف حوالي 6 مليون جنيه الناس كسرته وبترمي الزباله جواه. بيحطوا الحيوانات اللي بتطير العربيات جنبيه، فاحنا عايزين برضو تصرفات الناس ترتفع الى مستوى المنطقه والمنطقه اللي احنا، لان ده عمليه صحه عامه في الاول، مظهر سياحي وحتى منظر حضاري. فبالتالي احنا نطلب الناس تساعدنا ان لما بنشيل الزباله ما ترميهاش تاني. اقدم التهنئه للشعب المصري كله بمناسبه اليوم الاول من عام 2014، وانا ان شاء الله واثق واتمنى اولا ثم ان انا واثق ثانيا ان عام 2014 ان شاء الله هيبقى يعني عام افضل كثيرا، والبلد هتدخل مرحله استقرار بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه ان شاء الله باذن الله. انا النهارده ويعني موجود انا وزميلي الدكتور محمد ابراهيم مدير الاثار بنتفقد بعض من الاماكن المرتبطه بالاثار القبطيه والاثار الاسلاميه. احنا كنا من شويه في منطقه الفسطاط، والمنطقه دي اعتقد تحتاج عنايه خاصه، ومصدر المشاكل فيها مرتبط بوجود المدابغ خلف الاسوار. انا كنت عرضت على رئيس مجلس الوزراء في اجتماع من خلالي من حوالي اسبوعين اهميه الانتهاء من منطقه الروبيكي وتدبير التمويل المتبقي وهو حوالي 200 مليون جنيه على ما اعتقد، ورئيس مجلس الوزراء مهتم جدا بهذا الموضوع، وحدثت زياره لاحقه لمنطقه الروبيكي عشان نتابع حجم الاعمال اللي موجوده، وكان موجود فيها وزير الصناعه، وكان موجود فيها وزير الاسكان، وكان موجود فيها ممثلين للسفاره الايطاليه، لان هم اصلا كانوا قدموا دعم او في المرحله الاولى من المشروع. منطقه الروبيكي دي لما هتنتهي هتخلي اولا تصنيع الجلود يصل الى مراحل متقدمه اكتر من الوضع الحالي اللي هي ربع مصنعه مثلا، وفيها معهد تدريب على صناعات الجلديه وعلى النماذج الجديده، وبالتالي ده هيمكننا من ان احنا في مصر ننتج احذيه بمعونه ايطاليه ممكن ان يفتح لها السوق الاوروبي كله، وهي دي ودي فيها قيمه مضافه طبعا للعاملين الان في منطقه المدابغ، لان الحاجه هتتباع بشكل نفس المنتج بعد ما يتم يعني تاهيله اكتر وتصنيعه اكتر، ممكن ان يصدر باسعار عاليه ان شاء الله. فالمصلحه احنا بقى مهمتنا مهمه بتاعتنا هي اخلاء المنطقه اللي خلف سور مجرى العيون عشان الصرف الصناعي بتاع هذه المنطقه، صرف الميه نتيجه الدباغه صرف ضار جدا، وهو حاليا بينزل في نهر النيل وده خطر، وبالتالي عمليه النقل دي انا اعتقد كل الاطراف مستفيده منها، المواطنين نفسهم اللي بيعملوا مدابغ مستفيدين منه، الدوله مستفيده منها، الدخل القومي نفسه هيستفيد منه ان شاء الله باذن الله يعني.